بنكمل مع بعض الأسئلة. يلا وصلنا للسؤال اللي بعد كده. هنبص كده نقف في الشيت، محدد لك على رينج من الخلايا، على مدى من الخلايا، من أول الخلية A1 لحد الخلية C9. هو عايز ايه؟ بيقول لك كوبي انسخ the selected range، انسخ المدى اللي هو متحدد and paste it، واعمله لصق into cell A1 على الخلية A1 in the worksheet entitled marketing، على الشيت اللي هو اسمه ماركتنج. اللي هو يا جماعة هو واقف في الشيت اسمه سيلز وعايز ينسخ ده كله على الشيت اللي اسمه ماركتنج، بس ينسخه فين؟ في الخلية A1. تعال نشوف كده نعملها ازاي. بص كده يا جماعة، وليكن مثلا عندي مجموعة من الخلايا احددها كده، عايز انسخ بالشيت ده اللي هو شيت واحد على الشيت التاني، اعمل ايه؟ هو محددها كده، كليك يمين كوبي نسخ، احدد لك هو كده، احدد لك اطار تشايلنج بيلمع كده حوالين ايه الرينج دوت. طيب قلت له كوبي، بعد كده اروح الشيت اللي انا عايز انسخه هناك واحدد الخليه ايه واحد، وكليك يمين واقول له ايه، واقول له بيست، هلاقيه نزل ايه زي ما ايه زي ما هو. يا جماعه يبقى كده عملت عمليه كوبي من الشيت الاولاني اهو ماشي للشيت ايه، للشيت التاني. السؤال بعد كده بيقول لك clear the contents، امسح او احذف محتويات of cell B3، محتويات الخلية B3 without deleting the cell، يعني بدون حذف الخلية، يعني عايز اشيل اللي فيها بدون ما احذفها هي اصلا. ازاي يعني؟ بص كده، وليكن انا عندي خلية اللي هي الخلية دي، عايز اشيل اللي جواها بدون ما احذفها، اعمل ايه؟ هي معلمها اما ان اتك delete من الكيبورد او شيء اللي فيها، او ان اعمل ايه بقى، اروح لقائمه اديت واروح اقول له كلير واقول له كونتنتس، اروح شيل برضه. ماشي يا جماعه، هو ده حذف محتويات ايه الخليه. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يوز ذا ريبليس تول، استخدم اداه الاستبدال تو ريبليس، كي تستبدل all occurrences of the name جين هاريز، عايزك تبدل كل اللي اسمهم جين هاريز with تيم سلو. طيب منين بقى؟ بص كده ادي الاكسل اهو، بتروح على قائمه اديت وتختار الامر ريبليس واختار فايند، فايند بيبحث بس، لكن لو عايز تبدل حاجه بحاجه هتستخدم ايه؟ هتستخدم الامر ريبليس. ماشي كده، وبتكتب بقى كده في فايند وات، تكتب الاسم القديم وليكن اللي هو قال عليه اللي هو جين هاريس، طبعا بيلتزم الكابيتال كابيتال والسمول سمول، ماشي، وتروح تبدله باسم ايه، جين هاريس، تبدله باسم تيم سنو، ماشي، تيجي كده ريبليس ويز تقول له تيم سنو. هو قال لك all occurrences كلهم، فبتروح تعلم على ايه، على ريبليس اول. ماشي يا جماعه، بس السؤال اللي بعد كده بيقول لك واقف هو كده في خليه اللي هي ديت اللي هي فيها رقم 86، وبيقول لك اوتوماتيكالي سورت، اول ما بيجيب كلمه سورت يبقى انت عرفت ايه الاجابه. سورت يا جماعه معناها فرز، واحنا عندنا نوعين من الفرز، لا اما اسندنج فرز تصاعدي اللي هو فروم اي تو زد، او ديسندنج اللي هو تنازلي اللي هو فروم زد تو اي. عايز يعمل ايه بقى؟ بيقول لك سورت ذيس ليست، اعمل فرز للقائمه ديت كده، سو ذات عشان ذا هايست مارك اعلى درجه displays at the top of the list، تتعرض على قمه المجموعه على قمه القائمه. يبقى عايز ايه؟ عايز الكبير الاول يبقى من الكبير للصغير، يبقى ايه ده يا جماعه؟ ديسندنج تنازلي اللي هو فروم زد تو اي مثلا كده، يعني عشان نوضح معلومه شويه، وليكن عندنا مثلا مجموعة من القيم وليكن كده يا جماعة، هو فينا عايز ارتب القيم دي كده، ارتب القيم دي كده ترتيب ديسيندنج يعني تصاعدي، يعني الكبير الاول والصغير يجي بعد كده اهو. هو واقف الخلية بتروح على ايه، على زد ايه، كليك كده
بص كده بقى هتلاحظ ان 324 254 214 145. يبقى اذا الكبير او ذا هايست او جريتست جه الاول، بعده جه ايه؟ الصغير. ماشي يا جماعه. السؤال اللي بعد كده جيب لنا برضو شيت اكسل اهو كده، اسمه اوفيس بادجت، ميزانيه المكتب، هاردوير وسوفت وير وكليننج وتليفون وحاجه كده، وجيب لك من يناير لحد يونيو ومن يونيو لحد ديسمبر. عايز ايه؟ بقول لك انسيرت ان نيو ورك شيت، ادرج شيت جديد انتو ذيس ورك بوك. هتلاحظ ان الورك بوك ده عباره عن فيه شيت واحد بس، بص كده اهو اسمه سيلز، عايز ادرج واحد تاني اعمل ايه؟ اهو كده. ولكن يا جماعه انا عندي هنا شيت واحد، وليكن ده مثلا اللي هو شيت واحد ده، عايز ادرج واحد تاني معاه اعمل ايه؟ باجي على كليك يمين واقول له انسيرت، ماشي، اختار ورك شيت واقول له اوكي. هتلاحظ كده ان في شيت تاني اسمه شيت 1 نزل جديد، او شيت 4 نزل جديد. ماشي يا جماعه؟ مفيش حاجه تاني؟ لا في حاجه تاني طبعا، بتروح قائمه انسيرت خلاص وتختار ورك شيت، هتنزل واحد تالت، عايز واحد رابع، وهكذا يا جماعه. يبقى عندك حلين، اما تروح على شيت من تحت وتقول له كليك يمين وانسيرت ورك شيت، او تروح من فوق من قائمه انسيرت تقول له انسيرت على طول ايه ورك شيت. ماشي كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ هنا جايب لك اتنين ورك بوك، واحد اسمه بلانتنج وواحد اسمه كونتراكتس. عايز ايه؟ موف ذا انتاير انوالز، انقل الشيت اللي اسمه انوالز اللي هو ده يا جماعه ده، ماشي، انتو ذا كونتراكتس، انقله من ورك بوك ده لورك بوك تاني، سو ذات اتس ذا بليس، عشان يتعرض افتر ذا اذر ورك شيت، يتعرض بعد اللي موجود، يعني الملف التاني في شيتس هو يتعرض ايه وراهم. نعمل ايه؟ بص كده، انا دلوقتي وليكن عايز انقل الملف اللي هو شيت 5 ده لورك بوك تاني، انا في بوك 2 عايز انقله في ورك بوك تاني، اعمل ايه؟ اجي عليه كليك يمين، ماشي، واختار الامر موف اور كوبي. لو هو عايز ينقل ما اتعلمش عادي، خد بالك لو هو عايز ينقل ما اتعلمش، سيبها فاضيه كده، تمام. طب وبعدين هاجي من هنا اختار البوك التاني، احنا دلوقتي في بوك 2، لا عايز اختار البوك التاني وليكن ده، ماشي. طب عايز اوديه لاخر الشيت ده، عايز اوديه لاخر، اختار موف تو اند واقول له اوكي. هنلاحظ يا جماعه ان الشيت جه اهو، جه شيت 5 اهو، جه فين بقى؟ جه في الملف الثاني اللي هو اسمه سامبلز، انا كنت فاتح من شويه بوك 2 اهو، هتلاقيه اتشال من هنا راح فين؟ راح هناك. ماشي يا جماعه؟ يبقى طريقه سهله وبسيطه. طب عايز انقل الشيت 4 هناك اعمل ايه؟ نفس الموضوع، كليك يمين موف اور كوبي، اوعى تعلم دي، طالما قال لك انقل، لو قال لك انسخ علمها، مش كده؟ اهو يبقى قال لك هنا، يبقى انا دلوقتي عايز انقل هناك، بروح اقول له اختار الورك بوك الثاني سامبلز واقول له موف تو اند عشان ينقله اخر شيت واقول له اوكي. راح نقله فين بقى؟ شيت 4 اهو، راح فين؟ راح في الثاني اسمه سامبلز. طب تعالى على الملف الثاني اللي هو بوك 2، ما عادش غير فيه ايه؟ شيت الاولاني. ماشي يا جماعه؟ يبقى هو كده نقل الشيتين هناك. اللي بعد كده دخلنا في الفورميولا، دخلنا في المعادلات، جايب لك شيت كده اسمه ماي بادجت ميزانيتي، وكاتب لك تمام كده. فالسؤال بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك which one of the following formulas، اي واحد او اي واحدة من المعادلات التالية would be appropriate to calculate، هيكون مناسب عشان يحسب the monthly surplus، كلمة surplus اللي هي الفائض او الزيادة الشهرية for سبتمبر، في شهر سبتمبر، خد بالك، in this worksheet. بص كده ورك شيت وشوف هو رايح ازاي. فين يا جماعه حاجه اسمها توتال انكم، يعني اجمالي الدخل؟ الراجل ده اجمالي الدخل بتاعه 320 جنيه في شهر سبتمبر. تحت كده توتال اكسبنتشر اللي هو اجمالي المصاريف، يعني الراجل داخله 320 جنيه
وهيصرف فيه 95. هو عايز يحسب بقى الفائض او الزياده عنه. فهيعمل ايه بقى؟ هو دلوقتي واقف هنا، هو عباره عن ايه؟ عباره عن الانكم، الدخل ناقص المصاريف. يبقى يقف هنا هيقول ايه بقى؟ هيقول بي 5 ناقص بي 11، صح كده؟ يبقى هنا هيقول بيساوي، عشان هي فورمولا او معادله، بيساوي بي 5 اللي هو اجمالي الدخل ناقص بي 11. واحد بيقول لك ايه؟ احط 320 ناقص 95. لا يا ريس، ما تحطش قيم، حط سيل ريفرنس، حط اسماء الخلايا. تمام؟ يبقى تحط بي 5 ماينس اللي هو بي كام؟ بي 11، اللي هي يا جماعه الاجابه الثالثه اللي هي دي. مش كده؟ المثال اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده بيقول لك اف ذا انتر كي، لو دوسنا على مفتاح انتر ووز بريست تو اكسبت ذا فورمولا، عشان يبقى المعادله اللي هي موجوده تحت ان سيل بي 9 في الخليه بي 9، ويتش اوف ذا فولوينج وود بي ذا ريزلت، ايه اللي هيكون الناتج؟ بص بقى، شوفوا كده المعادله ازاي، خد بالك كاتب بتساوي ماكسيمم. هل يا جماعه في عندنا فانكشن اسمها ماكسيمم؟ لا، الداله اللي عندنا اسمها ماكس بس. طب لو هو كتب اسم الداله غلط هيدي ايه؟ هيدي ايرور. اسمها ايه؟ في النيم. اهو ماشي يا جماعه، يبقى ايرور في النيم. نيم ايه؟ نيم الفانكشن. يبقى ايه اللي هيديك في الريزلت؟ النتيجه هيديك ايرور مسج، رساله خطا، بس في ايه؟ في النيم. يا جماعه ده ليه تاني؟ عشان كتب اسم الفانكشن غلط، بدل ما يكتب ماكس بس كتبها ماكسيمم. تمام؟ السؤال اللي بعد كده هنا بقى بيقول لك ايه؟ which formula، اي معادله entered into C3، اي معادله هندخلها الخليه C3 would calculate the total cost، هتحسب التكلفه الاجماليه of barrels اللي هي البراميل دي يعني for the oil deco company and if cupped، لو اتنسخت داون، لو سحبت المؤشر كده وزينا تحت، would automatically calculate the total cost for all other the customers، هتحسب التكلفة الإجمالية لباقي الكاستمرز اللي هم المستهلكين أو العملاء. بص يا جماعة، هو هنا إيه؟ هنا المعادلة هي هو عبارة عن عايز يضرب 2400 في ال 45. ليه؟ لأن دي عدد البراميل وده تكلفة البراميل اللي هو 45، يبقى هنا المفروض يقول يساوي B3 في C1، صح؟ بس لحظة بقى، لو هو عايز يحسب دي بس هنقول بتساوي B3 في C1، لكن هو عايز يحسب دي وعايز يشد من هنا كده لتحت عشان يعمل الباقي. دي يا جماعه خليه اسمها ابسوليوت سيل ريفرنس، الخليه المطلقه. يعني ايه الخليه يا جماعه مطلقه؟ لازم نحط الخليه دي اللي هي C1 بين علامتين دولار. يعني نقول له المعادله بقى بتساوي بي 3 في دولار سي دولار 1. هقول لك طب عملت ايه؟ دي يعمل ايه بقى؟ ما بتيجي تشد كده الاوتوفيل او الفيل هاندل من هنا كده، بتحسب بقى دي ودي ودي. ماشي يا جماعه؟ هو عايز كده، لان هو لك ايه؟ اف كاب داون، لو نسختها تحت وود اوتوماتيكالي، بتتعمل بصوره اوتوماتيكيه، كالكوليت ذا توتال كوست فور اول ذا اذر كاستمرز، هتحسب للباقي. ماشي؟ عشان كده حطيناها يا جماعه ايه؟ بين علامتين دولار. يبقى زي المعادله النهائيه هنكتب فيها ايه بقى؟ هتقول له هنا بيساوي بي 3 في دولار سي دولار 1. اللي بعد كده بيقول لك which formula entered into B5، اي معادله هندخلها في الخليه B5 اللي هي خالي، will calculate، هتحسب the total cost of the colonial style، هتحسب التكلفه الاجماليه للكولونيال ستايل شير انكلودنج دليفري، يعني بتشمل الدليفري كمان التوصيل. اند اف كابت تو سي 5، ولو نسخناها لسي 5 ويل بيرفورم، هتعمل سيميلر كالكوليشن، نفس العمليه الحسابيه فور ذا مترو ستايل تشير. يعني عايز ايه يا جماعه؟ بص كده، هو عايز من هنا كده، عايز هنا، عايز يجمع الخلايا اللي فوق اللي هي من اول 130 لحد 22، وعلى كمان فوقيهم ال 18. هنا برضو ابسوليوت سيل ايه؟ ريفرنس. فهنعمل ايه؟ هنقول المعادله هنا بتساوي صم مجموع ايه؟ مجموع من اول بي 2 الى بي 4، مجموع اللي فوق دول، تتخيل دول، ماشي؟ زائد
زائد الخليه بقى اللي هي الايه المطلقه اللي هي بي 8، هنحطها بين علامتين دولار زي ما عملنا فوق، يبقى هنقوله زائد دولار بي دولار 8. فين بقى يا جماعه تبقى المعادله مظبوطه؟ اللي هي رقم كام؟ اللي هي دي يا جماعه، اللي هي دي عفوا، هي بتساوي صم مجموع الخلايا من اول بي 2 لحد بي 4، ده اللي فوق ماشي، زائد الخلايا المطلقه اللي هي دي بنحطها بين عمودين دولار، يبقى دولار بي دولار ايه دولار 8.